نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم التهنئة لأبطال مصر الفايزين بميداليات في أولمبياد باريس 2024، وكمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يوليو من العام الجاري. امبارح كمان يمين كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عناوينهم. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف مزيد من التفاصيل في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لأبطال مصر الفائزين بميداليات في أولمبياد باريس 2024، وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، لقد رفعتم اسم مصر عالياً. أحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في لعبة الخماس الحديث، سارة سمير الحائزة على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال، محمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف، وتابع: إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر مصدر فخر لوطننا الغالي. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يوليو من العام الجاري. وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل المستمر على تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين لتلقي الشكاوى والاستفسارات والطلبات بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الموحدة وسرعة التفاعل معها والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبذل الجهود الممكنة لمعالجتها، وده في ظل جهود الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين في مواجهة تداعيات بعض الأحداث والمتغيرات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها. امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل نصية منسوبة للبريد المصري تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين. تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد اللي نفت تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عناوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة ولا أساس لها من الصحة وغير صادرة عن الهيئة القومية للبريد. أيضاً امبارح وفي ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية رئيس الجمهورية، وده لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات، واطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية. كمان امبارح نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب دورة تدريبية لعدد من الكوادر الأمنية العربية حول الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الإعلام الأمني، تضمنت زيارة بمقر وزارة الداخلية. امبارح وفقا لما اعلنت عنه وزاره الداخليه ان اكاديميه الشرطه نظمت بالتنسيق والتعاون مع المنظمه الدوليه للهجره IOM دوره تدريبيه في مجال فحص وثائق السفر وكشف الوثائق المزوره لطالبات كليه الشرطه للتدريب على اليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات والتعرف على العلامات الامنيه الخاصه بتلك الوثائق والتمييز بين الوثائق الرسميه والمزيفه او اللي تم التلاعب بها خلال الفتره من 4 ل 8 اغسطس 2024. امبارح ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2024-2025. واعتمد المجلس خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 للخميس 23 يناير 2025، وبتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وبيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 للخميس الموافق
5/6/2025 على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/5/2025.